مرحبا بك في مدرستنا القرآنية بالعراج، وإننا نتمنى أن زيارتك لنا مباركة لأنك من أولي الأمر، مصداقا لقوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، صدق الله العظيم، فسدد الله خطاك لما فيها من خير البلاد والعباد. ما قالوا لي فعل الخير اللي بالهد فعل الخير والله الله يعطيه ما يتمنى شاء الله. راحنا معنا ها هنا ها وش ها خوص الطيب ها وش يسمونه انا المدير وش الطيب فعل الخير ها وش الطيب وش ما تنسوش بالدعاء اللي سهل هذه عقيدة تعلم الأرض ثاني وقف خاص والله وقف شعب. وقف ملكم 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 هذا هو يعني مد الأرض وزادوا بنا وزادوا بنا ما شاء الله من سمحني لو سمحت لا عزك هذه مدرسة قرآنية هذه من عهد الاستعمار كانت تحت السيطرة الهلالية بطريقة بدائية عبارة عن كوخ ريبتوها وبنيتوها عاودناها كاع في التسعينات درنا لها بلاتفورم ومن بعد جات العشرين سودا حبسناها حتى 2007 عاودنا السيبان الله كنا دوك في مقر البلدية داروا مسجد كبير وفي مدرسة قرآنية ثانية جناح كبير ثانية غبوش نديروا له الدار لازم له مليار ها تشوف يعني وهنا عندنا هنا ما دبنا لكل تكون عندنا مدرسة وهذه البلدية فيها ثلاث مدارس قرآنية ثلاثة ثلاثة مليحة لأن يعني نستبشروا خيرا وإنما ما لازمش يكون لازم يكون تكامل تكامل آه. وهذه اسمحني قطعتك لماذا لانه ماذا بينا يكون تكامل لان من هنا النظره اذا كان هنا مدرسه قرانيه ومسجد نبري ومدرسه قرانيه واللي هي مدرسه قرانيه المساله تاع التعطير اللي تنطرح مشكل ماذا بينا تكون مدرسه قرانيه كبيره يكون معطرين في نفس المكان صح لما نديروا ثلاثه ومن بعد نطلبوا من مدير الشؤون الدينيه قال المعلمين تاع القران يقول لك ما عنديش مناصب ماليه ما يمدوا المناصب المالية للمدارس القرآنية اللي عندها قرار إنشاء هذه هي هذه عندها قرار إنشاء ولا ما عندها؟ ما عندهاش عندها سيدي الوالي راه كيفاش؟ لا الله يحفظك الهيستوريك تاعها هنايا كان عهد الاستعمار احنا حركته عهد الاستعمار الغاشي احمد هاني وهذيك القيس ايه من بعد الشيباني الله يرحمه مجاهد ومن كبار اعيان لباسها ما شاء الله في التسعينات اغطاء علينا باه نعاود نجدوها جددناها جات العشرية سوداء حبسناها كيفت العشرية سوداء في 2007 بدينا بدأ النشاط تاعو الله يبارك في 2013 توفى الله يرحمه خلاها لنا سيدي الوالي بلا دار بلا صوالح زدنا حنايا مع الطفل الاخويا زدنا كملناها هذه المساهمة تاعنا في هذه سيدي الوالي ما نجحوش لكن الحقيقة سيدي الوالي وحنا نطمحوا حنا ان شاء الله بربي حنا حسب النظرة تاعنا والاستفادة ديالك راهي خاصة وهذه المدرسة القرآنية يعني منظمة بشكل جمعية دينية عندنا جمعية دينية جمعية دينية عندنا جمعية دينية هنا هنا كاين مصلى ثاني هنا في القرية الحمد لله لا لا هنا نصلي الصلاة الخمس هنا نصلي الصلاة الخمس تراويح تراويح رمضان تراويح رمضان وهي أصلا بنيت كمدرسة قرآنية مدت على اسم مدرسة قرآنية بكري وفيها مصلى فيها مصلى والتوسعة هذه وش حديروا فيها فوق؟ كذلك توسعة من الأعلى ثاني مدرسة قرآنية لا لا مدرسة قرآنية مدرسة قرآنية تبعية المصلى هنا تحت الفصل التلمي احنا بين الفصل على الإناث ولا خاصيش هذاك بزاف قسم القسم اللي بينهم الفوق سيرح وجهي سيرح وجهي ومام طون نبنوا سكن للمتطوعين عندنا سكنين سكنين وظيفيين راه ما عندنا هنا متطوعين احنا على كل حال نقولوا لهم باش تحسن الله رانا نعاونوهم نديروا فجره شهريه مع عقوبيه راهم دي ليسونسي متخرجين من الجامعه الاسلاميه تاع حسن الله أقول لكم يا ضيوف زرتنا لوجدت نحن الضيوف أنت أهل البيت وأقول لكم مرحبا أهلا بكم وقعتم مرحبا وحدثتم سهلا فمرحبا بكم في المدرسة القرآنية مدرسة هذه يؤمرها الشيخان دلال محمد والدلال صدام حسين تكون من 140 تلميذ مقسمين على ثلاث أجزاء الجزء الأول هو التحضيري 20 تلميذ الجزء الثاني الابتدائي وهو 40 تلميذ والمتوسط والثانوي يبلغ 80 تلميذ والحمد لله بحيث أن بالنسبة إلى تلاميذ التحضيري يحفظون حزبا كاملا الحمد لله اما بالنسبه للابتدائي 5 احزاب في مده سنه و3 اشهر اما بالنسبه الى المتوسط والثانوي 15 حزبا بالاحكام والتفسير كاملا باذن الله والان نبدا ان شاء الله مع قراءه جماعيه مع الشيخ ورفقه الطلبه فليتفضلون مشكورون ماجورون غير مامورون ان شاء الله اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم
حامية. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة حسبك فاغفك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة حسبك أصعب جزء وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا تبارك الذي بيده الملك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم يحفظ ذلك من سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم آمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون حسبك بارك الله فيك بارك الله فيك نشكر السيد الوالي على استماعه الى هذه الايات البينات هذا يخرج فارس من فرصه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله بجنزتين مازال باذن الله شكون اللي نص اللي حكم نص احنا عندنا فقط الشيخ عندنا سنه فقط 3 اشهر من فتحه المدرسه انا مازال 6 شهور من الحد واه الحمد لله هما راهم ان شاء الله متفوقين وفقكم الله ويواكبكم ان شاء الله باذن الله ويجيكم الخير من حيث لا تدري ان شاء الله باذن الله تبارك وين الحافظ الذي يحسب بكم شكون اللي حافظ اكبر عدد من الاحزاب هنا 15 حزب أروح. وانتم اروحوا اروح انت تحكم بلاصه الوالي وراهم اللي خصوا مقعد الوالي مقعد الوالي روح وجهي انت تحاول زيروه راك ربي يحفظك انتوما ساميوه ساميوني اقعد بلاصه الوالي هاو كرسي تاع الوالي ها هو سيد الوالي فوالا روحوا منا هيا عيد انتوما لا تحكموش بلا كل العسل هذه هديه من عندي لكم يا حفظة القران قول قول ولادي قول